السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في الدرس الأول من الوحدة الثانية للصف السابع في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية، وهو قوانين الأسس الصحيحة. تمام، رح نبلش بوحدة جديدة تختلف اختلاف كلي عن الوحدة اللي أخذناها عن العدد النسبي. رح نأخذ اليوم كيف بدنا نعرف شو هو الأس، كيف عندي قوانين التعب للأسس، كيف ممكن إني أبسط الأسس النسبية عندي، كله رح ناخذه اليوم إن شاء الله. بداية شباب، قبل نحكي عن ندخل الموضوع، لازم أقول لك شو هو الأس. هلأ إحنا لو نكرر العدد نفسه لما أكرره أكثر من مرة، يعني مثلا نقول 5 × 5 × 5 × 5 × 5 مرات أو 4 مرات، بدل ما أقول 5 × 5 × 5 × 5 بقدر أعبر عنها بشكل أس. تمام، إذا الضرب المتكرر للعدد نفسه، تمام، بستخدمه باستخدام الأسس. أقدر أستخدمه يعني 2 × 2 × 2 × 2 × 2 كم مرة؟ 5 مرات. طب ما أنا بقدر أقول 2 مكررة 5 مرات بدل ما أكررها، حيث الـ2 أسميها الأساس. شو اسمها يا ثامن؟ آسف، إحنا كتبنا عربي وإحنا لازم نكتب إنجليزي، سوري. 2 × 5، تمام، حيث الـ2 هي الأساس والـ5 هي الأس أو القوى المرفوعة للأساس. تمام، يعني لو أحكي 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 كم مرة؟ 6 مرات. بقدر أقول باستخدام الأسس 5 مرفوعة للأس 6، حيث مين الأساس؟ لو سألتك تحكي لي الأساس هي 5، يعني إيش اللي مثبت؟ 5. وشو اللي متغير وكم مرة تتغير؟ لو أسميها الأس أو القوى المرفوعة للأساس. تمام يا ماس؟ تمام. يعني لو حكيت لك 4 × 4 × 4 × 2 × 2 × 2 × 2 شو بتحكي لي؟ يقول أنا هاي أنت يا ماس بقدر أعبر عنها، بقول لك 4 مرفوعة للأس 3 مضروبة بالـ2 مرفوعة للأس 4. خلص، هي باستخدام قوانين الأسس بدل ما أضل أكرر، حيث الـ4 الأساس والـ2 الأساس والـ4 الأس والـ3 الأس. تمام؟ تمام. يعني ممكن يجيك السؤال يا سابع، مثلا أقول لك السؤال، صيغة السؤال: أكتب ما يلي بالصيغة الأسية. يعني شو الصيغة الأسية؟ يعني حول لي إياها لأس. حطيت لك واحد مثلا 10 × 10 × 10، يلا حول لي هذا الصيغة الأسية. يعني بدي أس بدي أساس، تحكي الأساس 10 واللي تكرر عدد التكرار 3، هاي الصيغة الأسية. تمام، مثلا 4 × 10 × 4 × 10 × 2، يلا اكتب لي اياها بشكل أس، بتحكي لي الإشي المتكرر متشابه. 4 × 10 متكررة مرتين × 2 × 10 كم مرة مكررة؟ مرة. ما بقول أس واحد، خلص ما بحط الواحد، كأنها أعتبرها واحد كأنها موجودة. تمام، هاي استخدام الصيغة الأسية. يا سابع، لو قلت لك بالعكس بدي الصيغة القياسية، أكتب ما يلي بالصيغة القياسية. الصيغة القياسية ثامن، يا آسف سابع، أنا بعطيك الصيغة الأسية تحول لي إياها لصيغة قياسية. يعني أنا أكون معطيك الصيغة الأسية يا مس، أنت شو بدك تعمل؟ بدك تحولها إلى الصيغة القياسية، يعني الأصل دون تكرار دون أس. يعني لو أعطيتك الصيغة الأسية مثلا 5 مرفوعة للـ4 × 2 مرفوعة للـ3، ها شو اسمها؟ الصيغة أسية. أنا شو بدي أحولها القياسية؟ يعني دون ما أرفع الأس، تحكي 5 4 مرات، تمام، والـ2 كم مرة؟ والـ2 3 مرات، هاي الصيغة القياسية. طيب لو أعطيتك r مرفوعة للـ4 × سالب b مرفوعة عندي للـ2، يلا حولي هي للصيغة الأسية، تحكي r مكرر 4 مرات 3 هاي 4 × سالب b، هاي الصيغة القياسية. تمام، الصيغة القياسية. وهاي شو أسميها مرة ثانية؟ هاي الصيغة الأسية.
طيب مين الأس؟ هنا بتحكي لي الاثنين الأس، بحكي لك مين الأساس، بتقول لي السالب بي هو الأساس، السالب بي مش بي لحالها السالب، بدي أنتبه للإشارة. تمام، إن شاء الله بالفيديو الثاني رح نبلش نأخذ بعض قوانين أو قواعد الضرب والقسمة على الأسس. تمام، يعطيكم العافية.